السلام عليكم. عندنا مستشفى عزل فيها 16 غرفة، كل غرفة لها أبواب زي ما هو موضح على الرسم. يعني الغرفة رقم 11 لها باب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. الغرفة رقم 6 لها باب من هنا وهنا وهنا وهنا. لكن الغرفة رقم 15 لها 3 أبواب فقط، باب من هنا وباب من هنا وباب من هنا، وكل غرفة فيها مريض. المريض رقم 13 تعافى والمفروض ان هو هيغادر المستشفى، ولكن قبل ما يمشي هو عايز يعدي يسلم على كل المرضى اللي موجودين في المستشفى. بعد ما يخلص يخرج من الباب اللي موجود في الغرفة رقم 4 يغادر المستشفى. المفروض ان المريض رقم 13 يزور كل مريض مرة واحدة فقط، لان لو زاره مرتين هيتعدي تاني وهيرجع يقعد في المستشفى. ما هو الطريق الذي سيسلكه لزيارة كل المرضى مرة واحدة فقط وبعد ذلك المغادرة من الباب رقم 4؟ ممكن توقف اللغز في اللحظة دي وتبدأ تفكر فيه وترجع تشوف الحل بعد قليل. طبعا بعد ما هتجرب كل الطرق الممكنة هتكتشف انك انت دايما في اوضة مش هينفع تزورها، يا اما هتنتهي في مكان تاني غير الاوضة رقم 4 فمش هتعرف تخرج من باب المستشفى. ولكن لما تيجي نركز في اللغز نلاقي ان هو مطلوب يزور كل مريض مش يزور كل اوضة، فاحنا ببساطة هنطلع من الغرفة بتاعته يزور المريض رقم 9، بعد كده يرجع غرفته تاني اللي هي فاضية اصلا، بعد كده يزور المريض رقم 14، بعد كده المريض رقم 10، 11، 15، 10، 16، 12، 8، 7، 6، 5، 1، 2، 3، 4 ويغادر. النوع ده من الألغاز دايما لما تبقى الشبكة بتاعتنا رقم زوجي في رقم زوجي، يعني مثلا 4 في 4 أو 6 في 6، فعمرك ما هتعرف تمشي انك انت تمشي على كل غرفة زيارة واحدة فقط. لكن لو الشبكة بتاعتنا فيها رقم فردي، سواء الرقم التاني فردي او زوجي، فتقدر انك انت تزور كل اوضة مرة واحدة فقط. لو عجبك اللغز ما تنساش تشترك في القناة. شكرا.